حضرت اليمن إلى جانب سوريا وجنوب السودان كأهم دول تعهد الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتريس ببذل أقصى ما يستطيع خلال مدة ولايته من أجل إحلال السلام فيها. تصريح المسؤول الأممي من شأنه تسليط الضوء على حجم المشكلة اليمنية التي باتت مشكلة للعالم والمنطقة جراء تشابك الخيوط فيها وتحولها لمنطقة نزاع دولي وإقليمي. تعثر الحل السياسي في اليمن وإخفاق المنظمة الأممية ومجلس الأمن الدولي في احتواء الأزمة اليمنية على مدى 5 أعوام من شأنه أن ينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة، وهو ما كشف عنه ارتفاع وتيرة التوتر مؤخرا ودخول البحرية الأمريكية على خط النار حين قصفت بحريتها مواقع داخل اليمن. اجتمعنا اليوم تحاول القوى الإقليمية إعادة ترتيب تحالفاتها استعدادا لجولة جديدة من المواجهات التي لن تتوقف إلا بعد عملية كسر للعظم، وهو ما تقوله التحركات الإقليمية الرامية لإعادة التحالفات الإقليمية ودخول لاعبين جدد في خط الأزمة اليمنية. محاولة الاعتداء على البارجة الأمريكية والرد الأمريكي على مواقع ميليشيا الحوثي داخل الأراضي اليمنية من شأنه تحريك المياه الراكدة في الملف العالق بين الكبار، حيث دعا وزير الخارجية البريطاني لاجتماع اللجنة الرباعية الأحد المقبل لمناقشة تداعيات استهداف البارجة الأمريكية. تركيا باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى من الدخول بشكل مباشر في تفاصيل الأزمة اليمنية التي عبر عنها البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير خارجية تركيا. إيران هي الأخرى سارعت لرفع وتيرة تحركاتها العسكرية والسياسية، وباتت النبرة المرتفعة والصادرة عن أدوات طهران في بغداد وبيروت ضد عمليات التحالف العربي وإرسال بارجتين عسكريتين إلى خليج عدن بالتزامن مع الاتهامات الأمريكية حول تورط طهران في تزويد الحوثيين بالصواريخ التي استهدفت البارجة الأمريكية في باب المندب. في الضفة الأخرى بحت أصوات ميليشيا الحوثي وحليفهم المخلوع صالح في إنكار مسؤوليتهم عن استهداف البارجة الأمريكية في حالة تكشف زيف الادعاءات الحوثي خلال الفترة الماضية في إظهار العداء لأمريكا.